يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر ومن الدنيا. طبعا الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا. انا بشكر كل الناس اللي عزوني في اختي، ما كنتش عارفه ارد على مين ولا مين ولا مين ولا مين. انا بشكر حنيتكم عليا، بشكر كل واحد وساني زعلي، ربنا يخلي معجبيني ويخلي فنانين، يخلي كل جمهوري اللي وساني يعني في زعلي وفي عياطي وفي حزني على اختي. طبعا الناس لما تقول بينزلوا فيديوهات وبينزلوا حاجات، لازم الدنيا لازم تمشي، هنعمل ايه؟ هل لو انا عيطت العمر كله، لو عندي عمر يعني، هيخلي اللي مات يرجع تاني؟ طب يا ريت كنت عيطت العمر كله. بحبكم، كتر خيركم.